اوكي، بداية موفقة. هاي جايز، نيو فلوج، لا مو نيو فلوج، نيو فيديو. اليوم بسوي لكم، كنت بقول ميك اب توتوريال بس ما ادري اذا بيكون ميك اب توتوريال ولا لا. بجرب معاكم منتجات من شي جلام وبجاوب على اسئلتكم اللي وصلتني على الانستغرام. بجاوب على اسئلة حساسة، يعني ما بي هالفيديو اكون شي شاي او اني ما اجاوب على اغلب الاسئلة، لا، هالفيديو بكون جريئة وبجاوب على الاسئلة الحساسة. فتح شعري احس احلى. اوكي، فتح شعري في احسن المو. الكاميرا يمكن تكون شوي قريبة. ميك اب، احس يا اخي بسكر شعري احلى، ولا افتحه ولا اخليه شي مثلا حلو. ايش رايكم؟ خاطري اسكر. المهم على الارض، مو قاعده على الغنفه. ليش؟ لاني احب اقعد على الارض. اول شيء بجربه معاكم اللي باودر فاونديشن. انه هو باودر بس يكون فول كفر، يعني يغطي كل عيوب البشره. فبجرب معاكم. عندي وصلوني 3 شيدز بس واحد حسيت ان هذا وايد دارك فما بستخدمه. انا الحين محتاره بين هذا، احس هذا يمكن يكون اوكي، هذا ما حسيت انه وايد فاتح، ف why not. بس خلينا نروح بالجامعة. جبت الجامعة، جامعتي المفضلة. اخي كيف وسخة. المهم ما علينا. اسئلة، كيف الاسئلة؟ بس انهار من اليوع. خلينا نبدأ بالاسئلة الصغيرة الخفيفة. طبعا لأول مرة يشوفون قناتي في اليوتيوب، هاي انا اسمي فاطمة جمال، عمري 21 سنة، طولي 162، لان توني شفت سؤال واحدة سألة كم طولك، فطولي 162. ما ادري ايش دخل. واصور فلوجات واصور تيك توكس على فكرة، يعني حق اللي ما يعرفني بعد، في تيك توك حسابي فاطمة جمال، كان بس كتبوا فاطمة جمال، انستا فاطمة جمال، وبتشوفون بعد كاتبة تحت. استخدمها الحين فرشة مريوم. انت كيف استخدمتي مال ان واي اكس؟ مال ان واي اكس جربت انه باودر فاونديشن. انت جربتي مره مال مال هذا مال ميك اب فور ايفر هذا؟ نفس هذا شيء. اوكي، بستخدمها معاه. جايز شوفوا كيف بستخدمها. بستخدم هذا، اخذته من مومو سو، بحطه هني وعقب على وجهي. اول شيء احتاج جامع عشان اشوف، لان صدق الموضوع سيريس يعني. اوكي، انا مول ما يعني ما اقدر اقيمه من الحين، حاليا ما حبيته الصراحه. اوكي، ف نيكست الساعه 3:15 الصبح، يعني ما بطلع ولا مكان، فالحمد لله يعني عادي اجيب العيد في الميك اب. ما قاعد يندمج ذا فاونديشن، احتاج احط. ايش رايكم؟ تحسون ازيد الكونسيلر ولا بس انا حرام قاعده ازيد على الفاضي؟ بس عشان تطلع حلوة وكيوت قدامكم. في فاطمة تحبين الماتشا؟ وقد جربتيها؟ وإذا جربتيها ايش رايج فيها؟ طبعا أنا إنسانة أحب الماتشا وايد، أشرب القهوة على فكرة، ما أشرب الكوفي، بس أشرب ماتشا. إذا أبي كافيين أشرب ماتشا وشاي، يعني أبدا ما أشرب كوفي. هو بديل جدا لذيذ للكوفي حق اللي حاب يجربه، بس في ناس ما يحبونه على فكرة. دائما لما أصور في ناس يقولون ايه وما قدرت اتقبله، طعمه نفس الحنة، في طعم انه طعم العشب، في يعني مو طعم الحنة يعني. ودائما دائما اطلب من ستاربكس ماتشا لاتيه with coconut milk، ماتشا لاتيه مع حليب جوز الهند بدون اي اضافات، لاني احب انه شوي يكون مر، شوي يكون لاذع، يعني في نكهة الماتشا تكون مبينة او واضحة اكثر. هذا حق سؤال الماتشا. في وحدة سألتني قد سويتي حساب وهمي وراقبتي في حد؟ الصراحة لا، شيء من قبل، لان ما ادري يعني انا في حياتي ما كنت من هالنوع من الناس اللي اوه يلا بسوي حساب وهمي وراقب حد. لا، دايما كنت من نوع اذا هذا الشخص طلع من حياتي حرفيا اطلع من حياتي، يعني ما في واحد اثنين، لا، ولا بقعد اراقبك ولا شيء. واذا حتى براقبه بيكون من حسابي العام، يعني عادي، يعني بدخل اشوف الستوري، ما بيهمني، لان ليش يهمني؟ يعني خلاص اذا كيفي ابغى اراقبه.
صح هو حسابه مفتوح حسابه public فكيفي براقبه، اذا حسابه كان مسكر هذا شيء ثاني، بس اذا الحساب مفتوح كيفي من اكاونتي العادي بقعد وبراقب لانه حساب مفتوح صح ولا لا. بس سامعة ان في ناس وايد تصير معاهم ان يقعدون يراقبون ناس وينزخون يعني ان من حساب وهمي، واولهم وحدة اعرفها انا من قبل. الحين النكست ستيب اللي هو بجربه البرونزر، احب اسوي ميك اب الوجه بعدين ببدا في ميك اب العين، فبجرب البرونزر معاكم الحين. انا طالبه 2 شيدز من البرونزر، وهذا طبعا ما سمعت عليه ولا مدح، ما شفت ان حد متكلم عنه، انا بس شي طلبته من عندي. يعني كيف انا غبيه، شوفوا الدرجه اللي انا طالبتها، يعني الدرجه غامقه غامقه غامقه، يعني اكيد اكيد ما بتناسبني، فاستخدمها لانه ما بطلع فبلعب في وجهي وشكلي بتحول يعني. والدرجه الثانيه اللي هي، وصراحة حسيت ان هالدرجة يعني ممكن انها تكون حلوة، بستخدم هذا. الحين انا محتارة اجيب العيد واستخدم الدارك ولا استخدم الفاتح، خلوني استخدم الفاتح احسن صح؟ فبستخدم معاكم البرونزر، قررت اني استخدم الفاتح عشان ما اجيب العيد. برونزر، خلوني اجاوب على السؤال الثالث. في مرة كذبتي على اهلك كذبة قوية؟ طبعا هاي من وحدة متابعة انا وايد احبها، لولي حياتي، اي لاف يو لولي. في مرة كذبت على أهلي كذبة كبيرة كبيرة؟ الصراحة يس، بقول لكم قصة صارت لي وما أعرف إذا تعتبر كذبة ولا لا، بس أكيد تعتبر. يعني تخيلوا صف، كنت صف 11، أنا وربيعتي قررنا يوم قبل، نحن دائما كنا نفكر أنا دائما نبي نشرد من المدرسة. أنا ما كنت أركب الباص، كنت من النوع اللي أهلي وصلوني يعني بالسيارة، فأنا لما أمي تنزلني دائما كان عندي هالفكره في بالي، انا وربيعاتي دائما كنا نسولف عن الموضوع، دائما كان بخاطرنا انا نشرد من المدرسه. رات سوري بس اللون يجنن، واو اسمه سان سايد برونزر جايز، ميد سمر، درجه ميد سمر حبيت. المهم خلوني اكمل لكم السالفه، يعني ما كنا نتجرأ، انا تعرفون لما انتي وربيعاتك تتكلمون بنسافر وبنسوي، ما تطلعون ولا تسوون شيء من الاشياء اللي انتم تكلمتوا عنها، هذا اللي كان يصير معانا. فجأة يا فالي قلت حق ربيعاتي في الجروب، قلت ليش نحنا ما نشرد من المدرسة؟ طبعا انا هني كنت صديقتي السوء، وانا انسانة كنت دائما معروفة ان انا مؤدبة ومستحيل يعني ما عليها الحركات، وكنت هادية يعني. اول شيء ربيعاتي اثنين من ربيعاتي وايد تحمسوا، قالوا صح ليش ما نشرد من المدرسة وناسة وحالة، ف كلهم يعني اثنيناتهم اتفقوا معي، بس الباقي قالوا لا نحن نخاف وما نقدر. فنحن ثلاثة اتفقنا ان باكر اهالينا، طبعا انا امي يعني كانت تنزلني وتروح، طبعا ما تقعد تراقبني لما ادخل من عند الباب، لا يعني صوب المدرسة وتروح، ف يعني كان عندي مجال ان هي ما تشوفني ان هي تروح. بيتي الثانية بيتها كان قريب من المدرسة، فهي كانت تي مشي يعني، فتلاقينا انا وهي. طبعا ربيعتنا الثالثه خونت فينا وما قدرت تجي لانها كانت خايفه، وانا هي يشوفونها فما جت معانا. طبعا اللي يعرفوني انا ما عندي اخ كبير، فالحمد لله يعني ما كان عندي هالخوف في حياتي، وهي بعد ما كان عندها اخ كبير يعني او حد. ف او ماي جاد جايز، حبيت انا ما ادري ليش حبيت البرونزر، حسيت انه اتس نايس يعني. خلوني اكمل السالفة عقب اكمل الميك اب. قررنا، هي اول شيء كانت وايد خايفة، انا ابدا ما كنت خايفة، انا ما ادري ايش فيني، كنت في حالة تمرد. فقالت لي هي كانت وايد مترددة وخايفة، الصبح كلمتني قالت لا فاطمة خلينا ما نروح ما نسويها لاني انا وايد خايفة. قلت لها ايش فيك، طبعا هي تشوف فاطمة صديقة السوء، قلت لها ايش فيك حبيبتي عادي ما بيستوي شيء، وتميت اواسيها واقول عادي تعالي معاي لاني انا ما اقدر اشرد بروحي، يعني كيف اشرد، كيف اطلع من المدرسة بروحي، احس ملل يعني، لازم حد يكون معاي واكشن حالة. رضت ووافقت، نزلتني وهي من بيتهم، انا شفتها وتلاقينا، هي كانت تنتظرني انا شوي تأخرت، امي نزلتني وراحت على طول. طبعا قلت لهم هالسالفة بس بعد ما تخرجت بسنتين، انا صار لي متخرجة 4 سنوات، بعد سنتين قلت لهم السالفة، طبعا كانوا يضحكون يعني لان ما صار شيء الحمد لله يعني، والشردة كانت طبيعية، ما سوينا شيء غلط. في صوب مدرستنا شيء انه مكان، ما ادري اذا اهل الشارجة، ما اعرف اذا في عندي ناس يتابعوني من الشارجة، بس تعرفون نادي الفتيات اللي في الشارجة، نادي السيدات في الشارجة، مدرستنا هو كيف حق اللي ما يعرفون نادي الفتيات، عندنا ما
ما ادري ايش اقول نادي الفتيات، هو كان نادي السيدات. المهم نادي السيدات هذا كان قريب من المدرسه، قول انه قررنا انه بروح هالمكان لانه هو قريب وبس حق السيدات، مستحيل ان نشوف حد من اهالينا مثل ابوي او ابوها يعني، بس انه حق بنات نروح هذا المكان. طبعا وقفنا تاكسي، اتصلنا في تاكسي الصراحه، والتاكسي وصل وركبنا التاكسي. طبعا احنا كنا خايفين خايفين، وخفنا ان البواب اللي يشتغل عند المدرسه يشوفنا، والصراحه وايد استمتعنا. تخيلوا قعدنا هناك من الصبح لين الظهر، يعني كان تقريبا 8 ساعات كنا هناك. احنا وضعنا كان مشكوك فيه، وحسيت ان اللي يشتغلون هناك صار فيهم اوكي، ونحن كنا خايفين ان في الشارع لان كنا لابسين ملابس المدرسه، فشو صار فينا؟ خفنا ان في الشارع ان الشرطه او حد يمسكنا، ان يعني يقولون انتم شاهدين من المدرسه، يعني اشكاره يعني بنتين صغار لابسين لبس المدرسه وراكبين التاكسي، يعني اكيد سايرين مكان. وما ادري كيف فكرنا خفنا طول الدرب ونحن في التاكسي، شي كنا يعني على ستايلنا مسطحين او مغطين. وصلنا المكان بدلنا الملابس على طول، لبسنا سوينا ستايل وشعر وحاله، وكنا مستانسين وايد. يعني انا هاك اليوم وايد استانست فيه. قعدنا 8 ساعات، كلنا تمشينا تصورنا ضحكنا. وتخيلوا شو صار، الحين خلصنا اليوم صار وقت ان نحن نرجع تاكسي، وركبنا التاكسي ورجعنا. الحين شو المشكله؟ انا كان عندي فلوس، طبعا احنا كنا مفقرات يعني بنات، تعرفون بنات المدرسه يعني ما كان عندنا هالمبلغ فلوس على اساس ان تاكسي وانا راجعه ونحن راجعين انا ادفع. نسيت البوك الكبره هناك، البوك اللي فيه فلوسي نسيته هناك. الحمد لله البوك ما كان في شيء ثاني غير الفلوس، فيعني والحين احنا شو نسوي؟ في تاكسي ولازم ندفع له. رحنا عند بيتهم، قريب من بيتهم، وقفنا قلنا حق التاكسي توقف هناك. هي نزلت راحت عند امها وقالت ان فاطمه قالت ان فاطمه تحتاج فلوس، ما اعرف امها ما بتوصلها فبترجع بتاكسي تحتاج فلوس يعني. امها عطتها الحمد لله يعني. طبعا هني لا تشوفون كيف حسينا بالراحه، دفعنا حق التاكسي. تحسبون لنا غياب على اساس احنا كنا غايبين، بس احنا كنا خايفين انه يقولون يتصلوا في اهالينا ويقولون ليش بناتكم غايبات. يعني تعرفون احيانا لما تغيبين يتصلون في اهلك ويقولون انت ليش غايبه. واحد من التجارب اللي مستحيل انساها، احسن وايد سولفت عن هالقصه وما كملت الميك اب، وايد سولفت اصلا عن الموضوع، المفروض ان السؤال كان صغير بس قلت لكم قصه حياتي. طبعا وانا كنت اسولف حطيت شويه من الليكويد بلاشر. يا جماعه يجنن يجنن يجنن. Cheers. شو رايكم انتوا؟ قولوا لي. انا حسيت انه وايد حلو حبيته. احاول اختصر عشان اجاوب على اكثر اسئله اقدر. وصلتني على فكره وايد اسئله، فقاعد احاول اني اجاوب على كل شيء. هل ودك ان تتزوجين حاليا او تنخطبين؟ واذا لا ليش؟ يعني اعطينا السبب ليش. اذا يعني اذا لا حاليا ما ابي اتزوج ليش، واعطينا السبب. اولا حاليا انا مو ضد فكره الزواج، انا ولا من هالنوع اللي ما ابي اتزوج مستحيل اتزوج، لا عادي. يعني اشوف ان الزواج شيء في الحياه، اشوف ان الزواج شيء حلو بس مع الشخص المناسب، ما اشوف انه هو شيء اساسي في الحياه. لا وش تزوجت، واذا ما تزوجت ما تزوجت. بس هل كتجربه انا ودي اني اتزوج او ودي اني انخطب؟ نعم. بس هل حاليا؟ لا. في المستقبل البعيد نعم، في المستقبل القريب لا، لان انا للحين وايد صغيره وما احس ان انا في السن او في تفكير او فكر، او يعني ما احس ان انا مستعده او مناسبه للزواج او اني اكون زوجه. الزواج مسؤوليه كبيره، وانا حاليا انسانه يعني ما عندي احس هالمسؤوليه او هالقدره اني اتزوج. وبس هذا جوابي المختصر لمرحله البلشر. فبجرب معاكم هذا البلاشر، اسمه لوف دايف كولكشن يو ار بيتشي، وانا اجربه. خلوني اجاوب على السؤال. هذا السؤال وايد وايد يوصلني ودائما يوصلني، هل انت مسويه فيلرز حق شفايفك؟ نعم يس انا مسويه فيلرز حق جايز وايد حطيت فيلرز حق شفايفك. يس انا مسويه فيلرز حق شفايفي من تقريبا سنه انا بديت اسوي. حاليا انا رايحة بس جلستين اعتقد ولا 3، فيعني حطيت فيلرز انا ما كان عندي ذرة ثقة اتجاه شفايفي، فقلت ليش ما اجرب اني احط فيلرز. الصراحة هو القرار اللي انا ابدا ما ندمت عليه وجدا مستانسة عليه، لان نفس ما انتم شايفين ما احس ان انا شفايفي وايد كبيرة، بالعكس السايز وايد معقول وحلو. بنفس الوقت الثقة عندي زادت، انا احس ان شفايفي وايد لايقه على وجهي الحين. بس
الهايلايتر جايز انا ماخذه تو هايلايترز من شي جلام، واحد من الهايلايترز اللي هو هذا الليكويد والثاني ماخذه الباودر، فبجرب الاثنين. قل للسؤال الثاني، احدى سالتني تكلمي عن شخصيتك. اولا ما اقدر اتكلم، لما حد يسالني يقول تكلمي عن شخصيتك صراحه اتوتر، يصير فيني ما اعرف. بقول لكم ليش، لان احس ان الانسان خاصه نحن في مرحله عمريه احس وايد متغير فيها، فاقدر اقول لكم ان تقريبا كل يومين عندي شخصيه. فوق هذا انا برج الجوزاء، فاحس ان وايد شخصيتي تتغير من فتره لين فتره. في فتره من حياتي وايد كنت انسانه هاديه وايد، يعني ما اتكلم وايد، هاديه انطوائي. عقب فتره تغيرت، صرت وايد اجتماعيه وابي اتعرف على ناس واطلع، انا هاديه احيانا اجتماعيه على حسب، يعني انا انسانه متغيره ما اتم على شخصيه واحده. عرفتوا البنات انتوا عيارات، رات انتوا يس. كلكم سأليني عن الحب، متى اول مره حبيتي؟ تكلمي عن اول حب في حياتك، تكلمي عن العلاقات، هل انت تحبين، هل انت ها بنات شو تبوني اجيب العيد؟ تبوني اجيب العيد وانتم تعرفون ان في وايد ناس يتابعوني. في واحدة سألتني منو كان كراش الطفولة؟ انا ما اعرف اذا يستوي اقول ولا لا، ما بقول منو، بس كان حد من كان واحد من... بس ما بقول منو. شو لونك المفضل؟ لون المفضل حاليا الاسود الصراحة، يعني صايرة ابي البس كل شيء اسود، حرفيا كل شيء اسود. واحب الوردي طبعا، وايد احب الوردي، انا بشكل عام احب كل الالوان بس حاليا الاسود. كم طولك؟ وايد سأليني طولي 162 بنات، 162. وحده سالتني do you have a boyfriend، هل انا عندي boyfriend ولا لا؟ والجواب هو no I don't have a boyfriend. ترى اعتقد واضح ومبين من فيديوهاتي في تيك توك ومن كل شيء ان انا ما عندي بوي فريند. حبيت السؤال وايد. صفة تتمنين لو انها موجودة فيك؟ احس خاطري احط جلوس. طلبت هذا من شي جلام. جايز تصدقون ان احيانا اطلب اشياء انا ما اتذكر اني طلبتها، وهذا واحد من الاشياء اللي ما احس اني انا طالبتها، بس شكله اني انا طالبتها لان اكيد حبيت. شايكم احس حلو كميك اب دايلي على فكره. اسوي اي لاينر ما بيسوي اي لاينر، بس يا رب الفيديو ما يطلع مليون دقيقه يا رب، يعني لان احس وايد بقعد اسولف وايد. الباليت حق الاي شادو احس انه يجنن مع برش، حبيت بستخدم البرش مالهم. صفه تتمنين لو انها موجوده فيك؟ احبك عواش من الشارجه. توني كنت قاعده اقول اذا في حد يتابعني من الشارجة، ليش انا صاير احب اهل الشارجة وايد؟ ما ادري بس انتو كيوت جايز. هاي عواش. سؤال عواش كان صفة اتمنى لو انها كانت موجودة فيني. الصفة اللي اتمنى انها تكون موجودة فيني، لحظة ما حبيت البرش بغير. صفة التقبل. انا انسانة احسني احيانا ابدا ابدا ما اتقبل، يعني اي شيء يصير في حياتي احس انه لا في خلل، او انه ليش شي صار معاي. بس احيانا ان تجاربنا في الحياة تتطلب منا ان احنا نتقبل، عرفتوا شو اقصد؟ مو كل شي يكون بايدنا، بس انا لا احس ان انا مو ما اقدر اتقبل. في حد طلع من حياتي يصير فيني ليش طلع من حياتي، اكره الشخص، ما يصير فيني قبول. وغير القبول الصراحة احس صفة اني انا ما اسامح الناس بسرعة، او ما اسامح الناس، مو احقد عليهم لهالدرجة الشنيعة لا، بس انا لما الانسان لما في شخص يغلط معاي احس وايد صعب علي اني انا اسامح هذا الشخص، عرفتوا؟ شوي سلبية، لان انا وايد بعدين يصير فيني اطلع الناس من حياتي خلاص، لان يعني اغلب الناس يغلطون والغلط شيء طبيعي، بس انا يصير معاي لا ليش انت غلط معاي، باي بطلعك من حياتي. احس ما فيني اني انا صفة اني انا اسامح الناس بسرعة، فهمتوا؟ احس لو هالصفة كانت موجودة فيني يمكن شوي كنت برتاح، عرفتوا؟ شخصيا كنت برتاح، لان انا وايد احط في قلبي، ولما احط في قلبي انا اللي اتضرر، غير ان عن الطرف الثاني يتضرر، او انه مثلا اكون حاقده عليه. لا مو حاقده عليه، ما احب اقول حقد، لان احس ان الحقد شيء وايد كبير،
هو شيء اقل عن الحقد، اقدر اقول مسامحه، ما اسامح بسرعه، ما فيني صفه اني اسامح بسرعه. الشخص اذاني يصير فيني باي. الكاميرا بتتسكر علي، الكاميرا بتتسكر علي، لحظه خلوني احصل لكم سؤال سبايسي. اني عندي اخو ثاني غير محمد؟ لا ما عندي اخ ثاني غير محمد، محمد هو اخوي الوحيد. في واحدة سألتني الصفة تهمك جدا جدا في الشخص، ما الصدق، صفة الصدق، لازم الانسان اللي اكلمه يكون انسان صادق معي، بتدور وبتلعبين علي وقصة من هني وقصة من هناك، لا حبيبتي لازم تكونين صادقة معي. وصفة ثانية غير الصدق الصراحة، وايد احب الناس الصريحين واحترمهم، ما احب اللف والدوران، انا انسانه اذا انت عندك شيء قوله في وجهي، خليك انسان صادق وصريح معي، اذا ما كنت صريح يصير فيني لو سمحت تطلع من حياتي، انا وايد وايد احب الصراحه، لاني انا انسانه بشكل عام صريحه، كل ما يصير شيء او حد يضايقني اسير اقول لهم يعني ان انتوا ضايقتوني في هالموضوع، لان احس ان المفروض ان اغلبنا شي يكون يعني ان شو الفائده اذا انا ضايقت من حد وكتمت الموضوع فيني، بالعكس اذا انا احب الشخص صدق بروح احل معاه الموضوع، فانا دائما حتى اللي حواليني اذا صار شيء تعالوا كلموني، تعالوا واجهوني، لا تروحون تقطعون العلاقه او ان مثلا تبتعدون او ان تكذبون علي او تمثلون او تجاملون، ما احب، ما احب ابدا، احس الصراحه والصدق شيئين وايد مهمين كل شخص اتعرف عليه. المهم جايز خلصت ميك اب، ايش رايكم؟ ما سويت شيء اوفر، يعني انتم شفتوني شو استخدمت اصلا، ميك اب جدا خفيف وسمبل، بس تقريبا هذا يعني حق الديلي. وعلى فكره صح نسيت اقول لكم، حبيت الباليت، برجندي باليت، برجندي باليت لا تنسونه، حبيت الالوان وايد حلوه، والميك اب خفيف سمبل كيوت، ما كنت ابي شيء اوفر. بعد افكر اني اسوي لكم فيديو ثاني ميك اب توتوريال صدق من المنتجات اللي انا استخدمها، وايد طلبتوا مني اسوي لكم ميك اب توتوريال على اللوك البينك اللي اسويه، فان شاء الله يعني سون جايز. واخيرا ما احب احط ميك اب واسولف الصراحه، لاني وايد اتلخبط، يعني ما اقدر اركز بشيئين مع بعض، للاسف اني انا مو من النوع اللي اقدر اسوي كم من شيء مع بعض، فخاصه الكلام، لان احس الكلام وايد يباله جهد وان اركز على الكلمه اللي اقولها. ف تحسين في سن معين حق الزواج؟ ما احس انه في سن معين حق الزواج ابدا، في ناس يقدرون يتزوجون وهم صغار وفي ناس ما يقدرون يتزوجون وهم صغار، فيعني اعتقد انه هالشيء ما له سن معين، احس على حسب الشخص وتفكيره وكيف هو يتحمل المسؤوليه. نفس ما قلت لكم قبل، انا اشوف ان الزواج مسؤوليه، واحس ان اللي بيتزوج لازم يحط في باله انه يمكن يتنازل، يمكن يضيف، يمكن يعني ما اعرف، في اشياء تخص المتزوجين، ما في سن معين، بس اذا الانسان حس انه هو مستعد هذا هو الوقت الصحيح للزواج، اذا حسيتي انك مستعده للزواج فانتي غالبا مستعده للزواج. تحبين بسكم من هالسؤال؟ اي احب في خيالي، عندي شخصيه خياليه احبها، امزح. متى بديتي تنزلين تيك توك وكيف كان التفاعل؟ انا اعتقد قايله هالقصه الف مره، بس بقول لكم اجين مره ثانيه حق اللي ما يعرف، حسابي في تيك توك فتحته على اساس حساب بزنس، كنت ابيع اكسسوارات، نزلت فيديوهات وشفت ان الفيديوهات ضربت، صورت على صوت، كان الصوت طبعا وايد عادي، بس شي قاعد اصور عليه حتى يعني، بس شي بس فتحت الكاميرا وصورت على الصوت، فيديو نجح، ونزلت فيديو بعده وشفت ان الفيديو نجح، استانس وايد، انه استغربت ان الناس صدق يعني كانوا يعلقون يعطوني لايك، بس يعني تعرفون في البداية هالشي يعطيكم حماس ودافع ان انتو تكملون، فحسيت انه كان في اقبال من الناس منكم انتو يعني، فبديت اصور يوم بيوم لين ما صرت يوميا اصور وتعودت على الشيء، فيوميا كنت انزل. يس والحين صايره فاطمه اللي تسوي هالحركه اللي في العين. فهاي جايز الحمد لله، احس ممتنه انه هالشيء صار لي، لان تعرفت عليكم كلكم. افضل شركه ميك اب تحبينها؟ نارس، انا وايد احب منتجات نارس واحس انها هاي كواليتي، نارس ار ذا بيست، واحس حاليا شي ان، لان احس منتجاتهم رخيصه وحلوه، فشي ان بعد حلو، بس ما اعرف، مو مجربه على المدى البعيد هل بياثر على بشرتي ولا لا، بس بنشوف مع الوقت. ليش ما تصورين فيديو انتي واختك مريم؟ طبعا
طبخات ومن هالأمور. عني أنا وأختي مريم بينزل هني في اليوتيوب قريب، بس بيكون فيديو أسئلة، وحطيت لكم الأسئلة في الأنستا، فإن شاء الله بينزل قريب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يعني هذا شيء أكيد موجود، وأعرف أنكم تحبون مريم، وأنا وايد أستمتع إني أصور مع مريم، فإن شاء الله بيكون في محتوى مع مريم. شو أفضل منتج سكين كير استخدمتيه وعيبت ما تستغنين عنه؟ حق السكين كير اللي هو صراحة مرطب كيو في، ترى له مرطب بس ما أقدر أستغنى عنه لأنه أختي كانت تشوفني، ما أقدر أستغنى عنه لأنه وايد أحب أرطب وجهي، وأحس إن الترطيب شيء وايد مهم. مرطب كيو في ما أقدر أستغنى عنه. أدري آخر سؤال بجاوب عليه وبعدين بسكر الفيديو لأني بروح أكل. اختصري حياتك في كلمة واحدة. اختصر حياتي في كلمة واحدة، سؤال جدا قوي. شجاعة. إذا بختصر حياتي في كلمة واحدة بقدر أقول شجاعة وبس. طبعا ما بشرح لكم ليش شجاعة، بس انتوا فكروا فيها، فكروا فيها. المهم جايز، جربت معاكم شوية منتجات شي جلام، وسويت لكم ميك اب خفيف، وبس خلص الفيديو. شكرا جايز لانكم تابعتوا للنهاية، وان شاء الله حبيتوا الاسئلة وعرفتوني اكثر، وعلاقتنا صارت قريبة لان نحن بيستيز. اوكي anyways بس احبكم وايد وايد وايد، واشوفكم في الفيديو اللي بعده. باي.